خالي خالي يا خالي خالي عايز ايه يا عايز 10 جنيه بس عشان اصور ورق. عندك روح هناك بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعه لي. استنى عندك يا خالي فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص خلاص كده هتمسح وهتقعدوه خلاص. انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. السلام يا هادي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. اسفين يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبتي يا علي مرزا يا كريم. الراجل قلبها عمارة يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. الاول يا عم فكري، هو الناس اللي داخله وخارجه عندك دي العيال الصغيره دي بتعمل ايه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحه وفنادق. طبعا لازم يبقوا سياحه. حلو يبقى لازم يبقى سياحه على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ واتيكيت. دروس في طبيخ والاتيكيت؟ ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي؟ لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول؟ طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك. ايه عايز ايه؟ مش عندك ثلاثه جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه حاجه ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حسوه؟ اتنزلت ايه؟ دي استعاره. استعاره عشان خاطر بنته الممدوحه دي تتستر. استعاره ايه وخيابه ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف 6 شهور من الايجار القديم وكيلو لحمه اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وراهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص خلاص بقيت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح. انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. البني آدم مننا بيعيش حياته مرة واحدة بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. يا انت هتهجس قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي. اديهم الرابعة. يا حصوة الكلب. انا هفرغك نفسي. انا عكيس ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحمه بتلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك ما عندناش ترجيع. انا هتيل حقي النهارده. هتيل؟ شو بيت وبيتك يا اخويا؟ رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصلي في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيد المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي ترطيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ عفوي عفوي يا عكسه. لا 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 بص وحياه امك ما تعملش حاجه وانا هتكلم حبيبي. صبح بقى. Thank you.
خبز هيقدر يعمل اي حاجه. خد ياض انت عمر ساعتك انت مشغل ياض. لا حضرتك بص انا خلت ربنا طبيعي انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشا له التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ اه الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصو؟ بيت المعلم حصو حضرتك سيادتك دعاره بقى وانت مال اهلك ما ترد على طول. بص يا بنت الكلب وليته البلد. فين بيت المعلم حصو؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص دور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعب في خدمه السلطه. طب بوزة. يا سلام لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه. بس هنعمل ايه بقى؟ الحذر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار اقراب يا رب. هدي اقراب عدس اهرام. اخبار جمهوريه يرى البيت يرى البيت. قول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع. انت مواطن مصري. اه ليك حق في البلد دي. ليك في الجامعه في النيل في الهرم في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء اينما شاء وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم. تنظيم سري؟ لا 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 تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده بص بقى لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا. مش احنا دي جابت المعارضه. خلاص قعد مش احنا مع شايفينكو واطلعوا بحل على الخضر الثعب يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان في جحيم الله. كنت علي هنا انت خدتني في طلبات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص. يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهه نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنه. اتفضل. الحريه يا دكتور. جميل الحريه. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطيه برضه يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات، كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهه نظرك؟ انت. انا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئه فقيره وفي حي شعبي محتاج لعدة عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحرية والديمقراطية والانفتاح على ثقافات العالم الآخر. المواطن محتاج لإيه حتى يشعر بالأمان والانتماء لوطنه؟ أنابيب. سيبوه يقول وجهة نظره. اتفضل. احنا قلنا أنابيب؟ أنابيب. أنابيب وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. أنت بتهرج. انا مراكز الوضع ده بيثبتوهم رسم على الدائري بالليل ينزلوهم التاكسيات ويروح حاطط لك السنجه وانت قاعد انت طالب. انت اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده انا على باب الله بتاع جرايد. ايه حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ مدرج
انت هيعمل لي فيها صاحب ملكي يقول لك امشي اطلع بره بقول لك ايه يا سيادة تقول لي بلاد ياما يا نهار اسود يا راجل انا كلام فوق انت هتقولي الحصباره يا رب يا مريم يلا ايه البيت ده البيت ده ابعد منكم بره بقى خلاص يا سعاده البرنس خليك كده حلو كده مجددني كلها في حالك كده انا جاي اتسرزق في قلب الجامعه هنا بدل ما اتنطط بره في مظاهرات عايز تنصف معايا قول لي ادفع لك ارضيه انما تقعد تهزقني كده وسط الصنايعيه يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء وبعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين تمام يا فندم بتوع قناة السبتية احنا خلاص حضرتك لازم احنا في ظلم واقع على خلاص كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم وخد ده معاهم مين ده حضرتك يلا حضرتك يلا حضرتك يلا اما نشوف اخرتها ايه خش انا بقى كويس حد يمد ايده خش انا بقى مش عايزين نبطل على حد عم فكري انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري تفتح مش معقول انا مش مصدق عينيا شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي شفت ادي اخره الحشو في المحتي مشيتك مع كام واحد من الغلمان اسمعني كويس وما تفهمش غلط انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري يعني انت مش عم فكري ده انت شكله خالص انا كنت من احسن شيفات في مصر اشتغلت مع امراء وملوك ورؤساء كنت باخد منهم هدايا ابيعها واجيب بيها ذهب ضربت في البورصه قعدت سنين وربحت من البورصه اكتر من 7 مليون جنيه ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي الراجل ده تتح بسلطته حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي خد قرض قرض وهرب على بره واول ما وصل هناك مات مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه امال ايه؟ لبست انا لبست؟ لبست القضية علشان كده جيت المنطقة عندكم هنا علشان الدائرة فيها في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويسخب في المنطقة وسخة زي دي اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه طب هسألك سؤال فين الفلوس؟ اكتمنص الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل يبقى ايه خدت الفلوس وكتمنص والورق وايه فلوس ايه اللي هتبص لها اميره ده انا مربيها على ايدي دي عامله لي توكيل عام هي عندها معرض عربيات هتموتني باسئلتك دي عامله لي توكيل عام يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي لكنها فجاه اختفت اختفت ليه في حد عزم عليها ولا حاجه خد ده مفتاح شقتي ايوه تتعجلي بالليل ولا ايه حضرتك خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم هتقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زلين براسك يا رب يا ابني اطمن وحط في بطنك مانجي عويسي انا هقوم لك اكبر محاسب موجود في البلد وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك 2 2 ايه خدها خدها انا هديك 2 مليون جنيه من 7 ازاي دي كل اللي انا عايزه منك ان انت بس ايه بس ايه قطر او اي خيط لامير حبي انا زي اي خيط والله يا ابني انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها ايه الجمله دي يا عم فكري
قتلك. يلا يا ابني صوت. يلا يا حبيبي. كل اللي بتاعتك منه بطاطا وقطع فوق.